بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد عادل أزهري، عضو غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي حياة كريمة. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، وتكلمنا أولا عن حجم العمل والجهد والإنجاز اللي تم داخل القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى الآن. أهلا وسهلا أستاذ شادي. أهلا بيك. في البداية طبعا عشان نقدر نتكلم عن حجم العمل والجهد والإنجاز اللي بتم داخل القرى، عايز أوضح بس إن مشروع حياة كريمة يهدف إلى تحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة، وده طبعاً قادر على تغيير المعيشة طبعاً لدى أهالينا. فأنا ممكن أستعرض لحضرتك سريعاً الموقف التنفيذي مثلاً للمرحلة الأولى. أيوة. 2021-2022 بنستهدف في المرحلة الأولى 20 محافظة بإجمالي عدد المراكز 52 مركز، بإجمالي عدد قرى تقريباً يعني 1477 قرية، بإجمالي المستهدفين بيقارب مثلا 18 مليون مستفيد. إجمالي مشروعات المرحلة الأولى تقريبا 28000 مشروع و900 يعني 28900 مشروع، تم الانتهاء تقريبا من 8296 مشروع، وجاري الانتهاء من 12680 مشروع، ولسه في عندنا 7959 مشروع لم يتم البدء. يعني نسبة تقريبا متوسط العام من نسبة التنفيذ بنتكلم في تقريبا 53%. طيب ازاي المبادرة، يعني هذه المبادرة الرئاسية، اسهمت في تغيير واقع ومعيشة ما يقرب من نصف سكان مصر، يعني عدد ورقم كبير جدا؟ يمكن السيد الرئيس طبعا اهتم بفئة من الشعب يعني كانت منسية على مدار سنوات عديدة، يعني وهي طبعا الفئة الاكثر احتياجا. فلما احنا دلوقتي بندخل مثلا القرية او المركز او النجع، بنوفر فيه مثلا بنية تحتية، بنوفر فيه مياه شرب وصرف صحي، بنقدر نوفر فيه مثلا خدمات صحيه زي الوحدة الصحيه، زي مثلا برضه خدمات الكهرباء، بنقدر نوصل مثلا غاز طبيعي، بنقدر نمهد الطرق، يبقى في عندنا مثلا مشروع زي مشروع سكن كريم، عندنا مثلا بنهتم بالتعليم وبناء المجمعات والخدمات التعليميه، وبرضه بيبقى طبعا في عندنا تدخلات اجتماعيه او مساعدات انسانيه برضو بنهتم بيها. فكل ده طبعا بجانب برضو التمكين الاقتصادي وفرص العمل اللي حضرتك كنت وضحتوها. يعني تم توفير 300000 فرصه عمل. والله يعني هو توجيهات السيد الرئيس ان اللي يشتغل، ان لما القرى حياه كريمه لما تشتغل، ان اللي يشتغلوا فيها يبقوا من اهل القرى او المراكز اللي موجوده. ايوه. فلما بيحصل تطوير في تلك يعني في القرى دي، احنا اولا بنقلل الهجره الى المدن، خلاص يعني احنا خلاص دلوقتي ما فيش هجره، فاصبح انا شغال في القريه بتاعتي، وده بيبقى من خلال ان احنا بنستثمر في عقول الشباب. تمام. فبيشاركوا معانا في الاعمال، سواء مثلا مقاول او مهندس او مشرف او عامل. تمام. ثاني حاجه ان التطوير ده كمان بيشجع الاهالي اكتر مثلا على الزراعه، على التجاره، لما انا امهد له طريق يقدر يوصل بقى، يوصل مثلا غلال اسمده ايا كان. ف بالطريقه دي انا كده قدرت ان انا اشجع اهالي القريه او المركز على التجاره او الزراعه والتطوير يعني. ايوه صحيح. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عادل ازهري، عضو غرفه العمليات المركزيه للمشروع القومي حياه كريمه.